أحمد الله تعالى بجميع محمده، وأصلي وأسلم على صفوة خلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين، وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة المتشابهات، سائلين الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وتم بفضل الله تبارك وتعالى الاطلاع على الواجبات والاقتراحات، نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والسداد وأن نتم هذه الدورة المباركة على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. كما يعني إخواننا أو من انضم إلينا حديثا نرجو منه بكتابة الإثم تحت المنشور المثبت بأعلى صفحة والمتابعة بجدية، ويتدارك ما فات إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه هي الصفحة الثانية من المصحف، قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السور. نجد أن هناك 6 سور في القرآن الكريم بدأت بقوله جل وعلا ألف لام ميم، وألف لام ميم هي حروف مقطعة بدأ الله تبارك وتعالى بها. وهذه الحروف المقطعة اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا، حتى كتب ابن كثير أو ألف جملة من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السور، فقال نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. ورجح الكثير من علمائنا أن هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور هي حروف لا معنى لها ولا مغزى، أما كونها لا معنى لها فلأن الحرف عند العرب لا معنى له، وأما كونها لا مغزى فلأنه لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بهذا القرآن الذي يتكون من الحروف التي تتكون منها الكلمات التي تتكلمونها، لذا يغلب عليها أن يأتي بعدها أمر يتعلق بالقرآن الكريم كما في هذه السورة المباركة ألف لام ميم ذلك الكتاب. يعني الخلاصة إيه؟ إن العلماء قالوا إن هذه الحروف فيها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. العرب كانوا فصحاء وكانوا عارفين هذه الحروف كويس جدا، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني أنتوا عارفين ألف لام ميم، عارفين الحروف دي كويس قوي، طب هاتوا قرآن بقى زي ده، ألفوا قرآن زي ده، وما استطاعوا أن يفعلوا ذلك أبدا. فالقرآن هو المعجزة التي باقية إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفعها، وهذا من علامات الساعة الكبرى. طيب هذه معلومة كده على الهامش. ألف لام ميم 6 سور بدأت بألف لام ميم، وهي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس، الروم ألف لام ميم غلبت الروم، لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طيب إذن 6 سور بدأت بقوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، وانتبه إلى الآية التي تلي. لذلك أنا ربنا تبارك وتعالى فتح لي بضابط طيب مبارك نحفظه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا هو الضابط. فقلت ذلك الله أحسب غلبت تلك تنزيل من رب العالمين وذلك هدى للمتقين. ذلك يعني ذلك سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة العنكبوت أحسب الناس أن يترك، يعني بعد إيه؟ بعد ألف لام ميم. سورة الروم غلبت الروم، لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم، السجدة تنزيل من رب العالمين. يبقى هذه الكلمات التي في بداية الآيات التي تالي ألف لام ميم عندما تحفظ هذا الضابط يذكرك مباشرة إلى البدء بالآية التي تليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى ذلك الله أحسب غلبت تلك تنزيل من رب العالمين وذلك هدى للمتقين. طيب الشطر الثاني ده تنزيل من رب العالمين وذلك هدى للمتقين، يعني التنزيل بتاعة السجدة فيها إيه من رب العالمين؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنما مع ذلك اللي في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا بعد من رب بعد لا ريب فيه إما أن يكون هدى للمتقين وإما أن يكون من رب العالمين، يبقى مع ذلك في البقرة هدى للمتقين، مع تنزيل في السجدة من رب العالمين. انتهى.
وهناك أيضا تشابه قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، فهناك 3 آيات ختمت بقوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، سورة البقرة وسورة الأنفال وسورة الحجة. هنا ومما رزقناهم ينفقون، بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك. الأنفال ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. الحج ومما رزقناهم ينفقون، والبدن التي والبدن جعلناها لك. يبقى إذن هناك ومما رزقناهم ينفقون 3 مرات في القرآن تهتم بحفظ الكلمة أو الآية التي تليها، عشان ده اللي ممكن يعمل لك إشكال في حال الإقراء. يعني ممكن وانت بتقرأ مثلا في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون تلاقي نفسك دخلت على الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، أو بتقرأ مثلا في الحج تجد نفسك دخلت في الأنفال وهكذا. فنهتم بحفظ الكلمات التي تلي هذا الإيه؟ هذا المتشابه الذي قد يكون فيه إشكال لدى البعض. لذلك وضعت أو فتح الله تبارك وتعالى بضابط طيب إن شاء الله نحفظه كذلك، وهو يعني أن نحفظ هذه الكلمات والذين أولئك والبدنة والذين أولئك والبدنة والذين أولئك والبدنة. احفظ كأنها جملة واحدة تيسر لك إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون وردت 3 مرات وتضبط على هذا النحو، ومما رزقناهم ينفقون والذين أولئك والبدنة، يعني في البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك، تعديد لصفات المؤمنين. الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، ربنا يجعلنا منهم. الحج والبعدها إيه؟ والبدنة جعلناها لك. كما أن من الموافقات الجميلة التي يعني وجدتها أن الآية رقمها كام؟ الآية رقمها 3 في سورة البقرة، ووردت كذلك في سورة الأنفال رقمها 3، سبحان الله. وكذلك في سورة الحج نجد أن رقم 3 مشترك كذلك مع البقرة والأنفال، فنجد أن الحج الآية رقمها 35. هذه موافقات جميلة طيبة. يبقى البقرة 3، الأنفال آية رقم 3، الحج آية رقم 35. إذن نحفظ هذه الجملة والذين أولئك والبدنة والذين أولئك والبدنة، هكذا يسر الله تبارك وتعالى لنا جميعا القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذا موضع آخر في السورة في الآية الرابعة سورة البقرة، نجد قوله تبارك وتعالى وبالآخرة هم يوقنون. أما في سورة النمل وهم بالآخرة هم يوقنون، أما في لقمان وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذه الآية تضبط على قاعدة الموضع الموضع الوحيد، فآية البقرة الوحيدة وبالآخرة هم يوقنون، باقي المواضع وهم بالآخرة هم يوقنون. وهذه قاعدة من قواعد المتشابهات، وارجع تاني للمنهج بتاع المصحف تجدني ذكرته في التعريف بمنهج الكتاب اللي نشرته من قبل، تجد أن الشيخ بارك الله فيه استخدم 15 قاعدة من قواعد المتشابهات في هذا المصحف المبارك. أما في الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى، في الآية الرابعة في قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أما في سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بعدها والمقيمين الصلاة. نلاحظ هنا إيه؟ نلاحظ أن هنا في البقرة وما أنزل من قبلك، بعدها وبالآخرة هم يوقنون. طيب إنما في النساء وما أنزل من قبلك، بعدها والمقيمين الصلاة. طيب هذه الآية كيف نضبطها؟ يبقى نربط بين راء وبالآخرة مع راء اسم السورة البقرة من تالي، نربط بين هذه الراء من كلمة وبالآخرة مع الراء من سورة من اسم السورة البقرة. ومدام علمنا أن هذا الموضع هكذا هو الذي فيه بالآخرة ربطنا الراء مع راء البقرة، يبقى نقول وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالزكاء لتفضله، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياه. أما في الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في البقرة نجد بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم. أما في سورة لقمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نجد بعدها ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وهذه أيضا
تضبط بإيه بقى مع اسم السورة. فمثلا في سورة البقرة نجد كلمة كفروا نربط الراء مع الراء من اسم السورة البقرة، أما في سورة لقمان نربط الميم من كلمة ومن الناس مع الميم من حرف الميم من اسم السورة لقمان. ثبت الله تبارك وتعالى القرآن في قلوبنا جميعا. والخلاصة من درس اليوم أن ألف لام ميم تم كتابة هذا الضابط، نحفظ الضابط: ذلك الله أحسب غلبت تلك تنزيل من رب العالمين وذلك هدى للمتقين. في الآية رقم 3 ومما رزقناهم ينفقون قلنا والذين أولئك والبدنة، والذين أولئك والبدنة، نتذكر بها المواضع اللي بتأتي بعد إيه ومما رزقناهم ينفقون، وردت 3 مرات في القرآن: سورة البقرة والحج وإيه سورة البقرة والأنفال والحج. أما في الآية الرابعة والخامسة، الآية الرابعة والخامسة تم الضبط بقاعدة ربط الكلمة باسم السورة أو بحرف من اسم السورة. وكنت عايز أنبه على أمر، أن أرجو ما فيش حد يعني يأتي لنا بضوابط يأتي بها من صفحات أخرى حتى لا نتهم بالسرقة، بارك الله فيكم، فنهتم فقط بالضوابط التي تطرح عليكم إن شاء الله. وإن كان هناك ضوابط من إنشاء أحدكم يرسله لنا مشكورا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنضيفه إلى الضوابط التي يفتح الله تبارك وتعالى علينا بها. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب السؤال بتاع اليوم: اكتب ملخص لما سمعت من درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.